Hi pupils, today I'll do a quick review about everything I'll ever done. Now open your activity book on page 34. افتحوا كتاب النشاط على صفحة 34. عندنا حرف W، راح نراجع حرف W والX والY and Z. حرف W يكتب على السطرين التي في الوسط كأنما دا اكتب سبعتين متلاصقة. اوكي، يرفض حرف W بصوت الواي. For example window. Window تعني نافذة. Match it means وصل. لدينا هنا مجموعة من الحروف ومجموعة من الكلمات الناقصة. هنا عندنا فراغات بالكلمات، لازم كل حرف أوصله بالكلمة. مثلا هنا عندي كلمة أورنج بادية بحرف الأو، أبحث على حرف الأو هنا، فراح أكتب هنا حرف الأو سوري أو أوصله. اللي بعدها كلمة بيتزا راح أوصلها بحرف الـ P لأن بادية بحرف الـ P. اللي بعدها جيلي بادية بحرف الـ J. اللي بعدها كيك بادية بحرف الـ C، أكتب هنا حرف الـ C قدامها حتى ما تصير هوسة. اللي بعدها أبل بادية بحرف الـ A، أكتب قبلها حرف الـ A كما موضح لديكم في الكتاب. أوكي، هنا عندنا حروف الحروف الإنجليزية اللي نعرفها A B C D، لازم أكملها. هنا أنا عندي A B، ال C هنا أكتبها، ال D، ال E هو كاتبنا إياها، بعد ال E G F G H I مطينا إياها، J K، ال L M أكتبها، ال N موجودة، ال O أكتبها، P Q R موجودة، S T U V حرف ال V أكتبه، W أكتبه، ال X Y عدي، آخر شيء Z، فيصير عدي A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Okay. Now on page 35 حرف ال X. حرف ال X يلفظ بصوت ال X مثله. For example X ray، كلمة X ray means أشعة. يكتب حرف ال X أيضا على السطرين التي في الوسط مثل ما موضح لديكم في الكتاب، أزعل السطر الأول والأخير ما أكتب عليهم. أوكي، اللي بعده حرف ال Y، حرف ال Y. For example يويو، مثل كلمة يويو تعرفوها كلكم مصرع اللي هاي اللعبة يويو. يكتب حرف ال يويو على ثلاث أسطر، سوري حرف ال Y على ثلاث أسطر بالأخير، على ثلاث أسطر بالأخير يكتب. أوكي، ما أكتب على حرف ال على السطر الأول. وأخيرا لدينا حرف الزي، it means zebra and zoo. زيبرا يعني حمار وحشي، and zoo حديقة الحيوانات. يكتب حرف الزيت على السطرين التي في الوسط، ما أكتب على السطر الأول ولا الأخير من النقطة، أكتب وأنزل على السطر الثالث. اوكي، ما انزل الاخير. يلفظ حرف الزيت ز، يلفظ از مثل ما قلنا، مثل زيبرا and zoo. And that's it. Good luck.